إله إلا الله محمد رسول الله. هي على الصلاة، هي على السلام، هي صلاة الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إذا مشاهدينا أهلا بحضراتكم، ما زلنا نتواصل معكم في هذه التغطية الخاصة حول آخر التطورات في السودان عقب الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع. أكثر من 3 سودانيين يعيشون على سماح هذا الوطن. لضمان بناء جيش وطني واحد يحافظ على أمن واستقرار البلاد. أكد الجيش السوداني أن قواته تسيطر تماما على جميع مقراتها، نافية ما يتم تداوله بشأن استيلاء ميليشيا قوات الدعم السريع على القيادة وبيت الضيافة أو القصر الجمهوري. وأكدت المخابرات العامة السودانية أن الموقف العملياتي حتى الآن بالعاصمة يتضمن اشتباكات محدودة حول محيط القيادة العامة ووسط الخرطوم، ومحذرة من بث الكثير من الأكاذيب لتضليل الرأي العام. أضاف البيان أن القوات الجوية وجهت ضربات ضد عدد من الأهداف، مبينا أنه سيتم مواصلة ذلك حتى تصفية آخر جيب لميليشيا المتمردة بالعاصمة التي بدأت تقوم فيها بممارسة أعمال سلب ونهب متفرقة تحت التهديد لممتلكات المواطنين العزل. تطورات متلاحقة وأحداث متصاعدة يشهدها السودان الشقيق منذ بدء الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع. مكتب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني أصدر بيانا مهما نفى فيه ما جاء في بيان تم إصداره من ميليشيات الدعم السريع حول التطورات الميدانية الأخيرة في السودان. كما أكدت مصادر عسكرية سودانية للقاهرة الإخبارية أن ما جاء في البيان ليس له أساس من الصحة. وأكد الجيش السوداني أن الميليشيات لم تسيطر على القصر الجمهوري بالخرطوم ولم تدخل أيضا مقر وزارة الدفاع. كما أكد الجيش أن الدوريات التابعة له تمشط محيط القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة بوسط العاصمة لمواجهة أي عناصر تابعة للميليشيات. كما أكد الجيش السوداني أن الميليشيات لم تسيطر على مقر القوات البرية. الجيش السوداني نفى أيضا سيطرة الميليشيات على أي دبابات أو آليات عسكرية تابعة له، كما أكد عدم إسقاط أي طائرات تابعة للجيش. القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أكدت أيضا أن الموقف العام في البلاد
مستقر جدا، كما أعلنت عن اشتباكات محدودة مع ميليشيات الدعم السريع في بعض المناطق. الجيش السوداني أكد كذلك أن الميليشيات لجأت إلى أسلوب استهداف الأفراد بالقناصة من أعلى بعض المباني، كما أكد الجيش استعادة السيطرة على مطار مروي بالإضافة إلى السيطرة على قيادة قطاع كردفان ومعسكر الري المصري بمنطقة الشجرة. كما أكد الجيش السوداني استقبال عدد كبير من الجنود الذين استسلموا، بالإضافة إلى مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات والمؤن من قطاعات مختلفة، رسالة طمأنة حرص الجيش السوداني على بثها لصفوف المواطنين، حيث أكد أن القوات المسلحة السودانية متماسكة وفي أحسن حالاتها وتؤدي واجباتها بروح معنوية عالية وستحسم الموقف قريبا جدا. وقد أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بيانا جديدا تقدمت فيه بالتحية والتقدير لعناصرها، كما اعتذرت عن الظروف الصعبة التي يعايشها الشعب السوداني خلال هذه الأيام. وقال البيان إنه في ظل هذا المنعطف التاريخي الحاسم، فأن القيادة العامة تدعو جميع منسوبي الدعم السريع للمسارعة بالانضمام إلى القوات المسلحة لخدمة بلادهم بين صفوفها. أكد البيان أن قيادة القوات المسلحة ستظل على عهدها وكلمتها معه بألا تراجع ولا نقص عن تنفيذ المسار السياسي الذي التزمت به. وأعلن الجيش السوداني استعادة السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون وإعادة البث. عبرت المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان عن أسفها لوقوع عمليات عسكرية في الخرطوم وبعض مدن الولايات الأخرى، مطالبة بالتوقف الفوري لإطلاق النار، كما دعت المفوضية إلى حماية المدنيين والمنشآت المدنية وضمان وصول الخدمات الأساسية بما في ذلك المياه الصالحة للشرب والغذاء، وطلبت بحماية المنشآت الصحية ومدها بالأدوية والمستلزمات الضرورية وتمكين المرضى والجرحى من سرعة الوصول للمستشفيات. كما شددت المفوضية القومية لحقوق الإنسان على فتح مسارات آمنة لإجلاء العالقين بما في ذلك فتح الجسور أثناء الفترة المحددة وتمكين الموظفين من توفير احتياجاتهم الضرورية، وناشدت جميع السكان بضرورة توخي الحيطة والحذر. لمزيد من النقاش ينضم إلينا من الخرطوم الدكتور رفعت مرغني رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان. مرحبا بك دكتور المرغني معنا. إذن بيان أصدرته المفوضية القومية لحقوق الإنسان في هذه اللحظات الصعبة التي يعيشها الشعب السوداني بعد الأزمة الأخيرة، كيف تحمي المفوضية حقوق الإنسان بشكل عام، حقوق المدنيين والمنشآت الصحية والبنية التحتية؟ مرحبا بك أستاذتي الكريمة وبجميع المشاهدات والمشاهدين. بالتأكيد طبعا نحن مؤسسة وطنية يعني معنية بمسألة المراقبة ومسألة الرصد ومسألة تعزيز الوعي في مجال حقوق الإنسان وعدد من المسائل الأخرى. نحن دورنا دائما هو أن ننبه الجهات المختصة إلى ما يجب فعله في الظروف العادية وفي مثل هذه الظروف على وجه الدقة. نحن بالتأكيد طبعا نتأسف لما يجري الآن ونتمنى أن يتوقف يعني فورا، ونترحم كذلك على أرواح من فقدنا، ونتمنى الحفظ والسلامة لجميع يعني السودانيين وجميع المقيمين أيضا على أرض السودان. ما هو حصاد ما تم رصده حتى اللحظة منذ بداية الأزمة دكتور ميرغاني؟ بكل تأكيد نحن طبعا يعني حتى الآن لا يمكن أن نتحدث عن حصاد. نحن نتابع بشكل اساسي ويعني نتمنى دائما انه نحن المطالب الطالبه بشكل اساسي هي حمايه المنشات المدنيه، حمايه المدنيين، ايضا كذلك مساله المنشات الصحيه وسرعه الوصول اليها، وكذلك يعني بنشدد على ان مساله المسارات الامنه، وبنرحب بان تمت هذه المساله. نطالب ايضا بتعزيز بفتح الجسور لانه في بعض الاشخاص العالقين في يعني في الخرطوم هم من برمان او من بحري، نطالب ايضا بمساعدتهم في الوصول لذويهم واماكنهم، وبنشدد بشكل اساسي اللي هي على مساله المستشفيات والخدمات الصحيه وتوفر للناس. يعني احنا بنتابع يعني بعض المصاعب التي يعاني منها الناس في الحصول على المياه الصالحه للشرب وفي الحصول على خدمات اخرى يعني مثل الكهرباء. في بعض الاحيان نحن يعني نطالب انه يعني تتم حمايه المنشات
الضرورية الخاصة بتوفير المياه وتوفير الكهرباء وتوفير الأغذية. ويعني نتمنى بشكل أساسي أنه يعني سلامة السكان وسلامة المدنيين بشكل عام. هل تواصلتم مع الجيش السوداني فيما يتعلق بهذه المطالبات يا دكتور؟ لم أسمع. هل تواصلتم مع الجيش السوداني من أجل هذه المطالبات؟ لا، يعني حتى الآن نحن لم نتواصل بشكل أساسي يعني مع أي جهة من الجهات، لكن بنتطلع يعني في الفترة المقبلة أنه يحصل تواصل يعني بشكل أساسي، بمعنى أنه يعني نحن كمؤسسة وطنية دائما يعني معنيين بمسألة المدنيين، معنيين بمسألة حقوق الإنسان، هذا دورنا، يعني نقدم مناشدات لما يجب أن يكون في علاقة بحقوق الإنسان. كيف إذن تقدمون هذه المناشدات والمطالبات؟ يعني عن طريق البيانات على الإنترنت فقط أم ماذا؟ عن طريق عن طريق البيانات، وعن طريق أيضا كذلك بنتواصل بشكل أساسي مع المؤسسات الحكومية، مع يعني بنتواصل بشكل أساسي، لكن أنا أتحدث الآن يعني نحن في الظروف العادية نتواصل مع الجميع، نحن الآن في ظروف استثنائية يعني ربما التواصل فيه صعوبة بعض الشيء، ولكن بشكل أساسي نحن على يقين أنه يعني ما ننشره من بيانات يتابع بشكل جيد، وعلى يقين كذلك أنه يعني ما ننشره من بيانات يعني قد يجد الاستجابة. طيب، النقطة المتعلقة بالهدنة الإنسانية أو فتح مسارات آمنة، كيف تتابعون هذه النقطة؟ نحن نتابع يعني البارح يعني ربما تابعنا في بدأت مسألة المسارات الآمنة، نحن نتمنى أنه خلال اليوم أن تعزز هذه المسألة ب يعني أنه الكثير من العالقين يعودوا يلتحقوا بذويهم، ايضا كذلك كثير من الاشخاص الذين هم يعني يحتاجون لخدمات طبيه، خدمات صحيه، يحتاجون لخدمات متعلقه بالمياه، متعلقه بالغذاء، ان يتمكنوا من الحصول على هذه المساله. نحن رحبنا ونرحب بهذه الخطوه، ونتمنى ان تعزز ايضا بان تفتح الجسور في هذه الفتره لحتى يلتحق الاشخاص العالقين من بحري من برما من الخرطوم بذويهم، وكذلك ايضا يمكن الجميع من الحصول على الخدمات الضروريه. هل باستطاعتكم توفير أي دعم للمتضررين المدنيين الآن؟ للأسف يعني هذا ليس من أدوارنا، يعني نحن دورنا فقط أن نتقدم بالتوصيات، أن نتقدم بالنصيحة للسلطات، يعني هذا الدور الذي نقوم به، وأن نتابع يعني ونقدم ملاحظاتنا حول ما نتابعه، يعني ليس لدينا أي أدوار تنفيذية متعلقة بهذا الشأن، ولكن كما يعني تابعت في البيان نحن ناشدنا جميع المنظمات المختصة في العون الإنساني أن تتقدم بالعون للمتضررين أو المتأثرين أو الأشخاص الذين هم بحاجة للعون، ونتمنى كذلك أن تسهل مهمتهم في هذا الصدد. طيب، سؤالي الأخير دكتور ميرغانيا، هل تم التواصل، هل تواصلتم مع مفوضيات أو مؤسسات معنية بحماية حقوق الإنسان على المستوى الأمم المتحدة أو على المستوى الدولي فيما يتعلق بالأزمة الأخيرة؟ نحن تلقينا اتصالات من المؤسسات الوطنية من بعض الدول الشقيقة على المستوى العربي والمستوى الإفريقي، وأيضا كذلك بعض المؤسسات الوطنية النظيرة من دول أخرى في العالم، يعني هم بالتأكيد يعني يطمئنون علينا ويعبرون عن مشاعر صادقة تجاه الشعب السوداني، ونحن نعتز بهذا التواصل ونشكرهم على هذه المشاعر. شكرا جزيلا لك الدكتور رفعت مرغني، رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان. نفى المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله سيطرة ميليشيا الدعم السريع على القصر الجمهوري وسيطرة الميليشيات على أي من المواقع المهمة في البلاد، كما أشار المتحدث باسم الجيش السوداني في تصريحات خاصة للقاهرة الإخبارية أن الجيش حذر من استمرار عمليات الهجوم من جانب الدعم السريع حتى لا تصل البلاد إلى هذا المنزلق، مضيفا أنه تمت دعوة الميليشيا للانضمام لصفوف الجيش السوداني. يصر أظن بعض إخواتنا من البلاد إلى أن يصلون إلى هذه الدرجة. نحن أخرجنا كان واضح ليلة أمس وذكرنا أننا حذرنا يعني من التمادي في هذه الحماقات التي قد توصل البلاد إلى هذا المنزلق، وكذلك أيضا نحن وجهنا له دعوة، نحن ذكرنا أنهم هم أيضا أبناء
هذا البلد. قد أعلن جهاز المخابرات العامة السوداني أن الطيران الحربي للجيش السوداني قصف مواقع مختلفة للدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم، وقال إن المعركة مع ميليشيات الدعم السريع في ختامها. وشدد جهاز المخابرات السوداني على أنه لا يوجد حوار أو تفاوض مع الدعم السريع قبل حلها وتفتيتها، وأن أي حديث عن الحوار معهم هو خيانة للوطن والجيش السوداني. كما أكد جهاز المخابرات السوداني تحرير مطار مروي بالكامل والسيطرة على منزل دقلو ومقراته واستسلام عدد من قوات الدعم السريع. وفي آخر التطورات الميدانية، قالت نقابة الأطباء في السودان في بيان إن 97 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب مئات آخرون منذ اندلاع الاشتباكات في السودان. وأضافت أن الإمدادات الطبية التي وزعتها على المرافق الصحية قبل التصعيد الأخير بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع قد نفدت. نشرت صفحة القوات المسلحة السودانية على فيسبوك مقطع فيديو للفريق أول ياسر العطا عضو مجلس السيادة السوداني أثناء تفقده المصابين من العسكريين والمدنيين نتيجة الاشتباكات مع ميليشيات الدعم السريع، متعهدا خلال جولته بإنهاء تمرد الميليشيات وإعادة الأمور إلى نصابها. كما نشرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية مقطع فيديو يظهر استخدام ميليشيا قوات الدعم السريع مختلف أنواع الأسلحة داخل المناطق السكنية. ومع تصاعد حدة الاشتباكات تشهد الأوضاع الإنسانية في السودان مزيد من التدهور بسبب الاشتباكات الجارية بين الجيش السوداني والدعم السريع، ما سيزيد عدد المعتمدين على المساعدات الإنسانية ويجعل الأمور أكثر سوءا. تشهد الأوضاع الإنسانية في السودان المزيد من التدهور بسبب الاشتباكات الجارية بين الجيش السوداني وبين ميليشيا قوات الدعم السريع، ما سيزيد عدد المعتمدين على المساعدات الإنسانية ويجعل الأمور أكثر سوءا. السودان يعتبر ثالث أكبر دولة إفريقية مساحة، ويعد من أفقر دول العالم، ويواجه ثلث سكانه أزمة جوع متصاعدة، ويعيش نحو 65% من السودانيين تحت خط الفقر وفق تقرير للأمم المتحدة. المعارك الدائرة سببت حالة من الشلل بالبلاد وتعطلت حياة المواطنين، بالإضافة إلى إغلاق المتاجر والبنوك والشح في السلع الأساسية وخاصة الغذائية بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك. وبدأت الكهرباء والمياه في الانقطاع بشكل مستمر بسبب الاشتباكات، وتوقفت خدمات الإنترنت لبعض الوقت بناء على توجيهات من هيئة الاتصالات الحكومية. منظمة الصحة العالمية من جانبها حثت جميع أطراف الصراع في السودان على احترام حيادية الرعاية الصحية وضمان وصول المصابين إلى المرافق الصحية دون قيود، لافتة إلى أن الإمدادات التي وزعتها المنظمة على المرافق الصحية قبل هذا التصعيد الأخير قد استنفذت، وأن المستشفيات تعاني حاليا من نقص في الدم ومعدات نقل الدم والإمدادات الطبية المنقذة للحياة.
ورغم أن المواطنين كانوا يتوقعون نشوب الصراع منذ أسابيع، إلا أن لحظة الصفر كانت مفاجأة للجميع، ما تسبب في حالة ارتباك بالشارع ونزوح بعض السودانيين مغادرين أحياءهم السكنية هربا من شدة الاشتباكات. ونذكر حضراتكم مشاهدينا بآخر التطورات الميدانية، حيث أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية تمسك القوات بكل مقارها واقترابها كثيرا من لحظة الحسم، وأشار إلى انتقال القوات للمرحلة الأخيرة من خطة العملية الخاصة، وهي مطاردة ميليشيات الدعم السريع في كل مكان مخلفة وراءها الأسلحة والمعدات والجرحى. وأشار إلى أنه يجرى استهداف بنايات بمحيط القيادة العامة للإيحاء بأن هذه المقار سقطت في أيدي المتمردين، مضيفا أن احتراق بعض المباني أمر وارد بسبب المناوشات بالأسلحة في أي اشتباك. وأكد أن قوات الجيش تدير المعركة كما هو مخطط لها وطبقا لقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني. وفي رصد لمواقف جميع الأطراف في الأزمة السودانية، قال قائد ميليشيا قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي في تغريدة على تويتر إنه يجب على المجتمع الدولي التحرك الآن والتدخل ضد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الذي وصفه بأنه يريد السودان معزولا، وكتب أن المعركة الحالية هي ثمن الديمقراطية وأن أفعال ميليشياته مجرد رد على الحصار.
لمزيد من النقاش ينضم إلينا من لندن السيد عمار حمودة الناطق الرسمي لقوى الحرية والتغيير بالخارج. مرحبا بك سيد حمودة معنا. برأيك كيف يكون المخرج من هذه الأزمة؟ مرحبا بكم وبضيوفكم الكرام. هذه أزمة تأخذ بتلابيب السودان، قد تؤدي به إلى حروبات أهلية، قد تذهب به إلى مذاهب شتى. تجربتنا مع النزاع المسلح دائما ما تنتهي إلى أعمار طويلة وربما إلى انفصال أجزاء عزيزة كما حصل في جنوب السودان، أو بالانتهاء على طاولة المفاوضات كما حصل مع جميع حركات الكفاح المسلح. كل هذا كان واضحا، ولذلك مسألة أن يكون هناك حل عسكري لأزمة سياسية لا نعتقد أن ذلك هو المخرج السليم. ما نراه الآن أن هناك حوجة عاجلة في المجال الإنساني وفي غيرها من الأمور الحياتية، وأن طريق الحل السياسي هو الأفضل لكل الأطراف. طيب كيف يتم التوصل إلى حل سياسي في هذه اللحظة؟ كل طرف متمسك بوجهة نظره، والبداية أصلاً باللجوء لحل عسكري لمشكلة سياسية يبدو وكأنه يعقد كثيراً من الوصول لأي حل سياسي، فما هي رهانات نجاح هذا الحل السياسي من وجهة نظرك؟ فعلا التدخل العسكري يقطع الطريق على الحلول السياسية، ولكن علمتني التجربة كما ذكرت أنه لا بديل للحلول السياسية سوى أن نأتي إليها ولو بعد حين. ولذلك من واجب الساسة والسياسيين وكل الذين ينتهجون العمل السلمي في الحياة السياسية والحياة العامة أن يصطفوا من أجل وقف الاقتتال والعودة إلى طريق التفاوض. مسألة دمج الدعم السريع لم تكن مسألة مرفوضة من الأساس، ولكن كان هناك اختلاف في التفاصيل. الدعم السريع نفسه يقول أنه يندمج، يجب أن يندمج في الجيش السوداني. الجيش السوداني هو الأساس بحكم أننا نسعى إلى جيش مهني موحد، ما في ذلك شك. إنما جاءت التفاصيل الأخرى اللاحقة التي أدت إلى اندلاع الحرب كنتيجة لطموحات سياسية وليس للابتعاد عن العمل السياسي، هذه حقيقة. عليه فإن العبء الأكبر على الجانب السياسيين السودانيين سوف يستمر أكثر طالما هناك ارتفاع لغلبة السلاح ولغة الحرب. لغة الحرب غير محببة على الإطلاق في ميادين السياسة والعمل العام. نحن نتحدث عن دولة مدنية، نتحدث عن تحول مدني ديمقراطي، نتحدث عن خروج الجيش من السياسة، نتحدث عن آمال كبيرة، نتحدث عن انتخابات حرة ونزيهة، نتحدث عن هذه الأمور وصولا إليها عبر اتفاقيات بتواريخها وبأشواطها وبمصفوفاتها الزمنية المعدة لتنفيذ كل شيء بما فيها الدمج والتسريح، ليس فقط لقوات الدعم السريع إنما لكل الجيوش الموجودة بالسودان وصولا إلى جيش مهني واحد. هذا هو رأي الحرية والتغيير منذ البداية، وهذا هو الأساس الذي قامت عليه العملية السياسية التي الآن هي متوقفة بحكم القتال. برأيك هل نجاح الحل السياسي مرهون بحسم أحد الطرفين لنجاح عسكري؟ كما ذكرت من ناحية سياسية مسألة الحسم وغيره يمكن أن يكون هناك حسم عسكري في لحظة ما، ولكن لا يعني ذلك أن الحلول السياسية قد اكتملت أو أن هذا هو الحل السياسي. الحل السياسي أعمق من ذلك بما يتجاوز لموافقة الطرفين على اللجوء لحل سياسي أصلاً. سيد عمار، هل سوف يوافقون على لجوء لحل سياسي إذا ما انتصر طرف أو حقق طرف نجاح عسكري أكبر من الآخر على الأرض؟ إذا حصل أي انتصار ستكون هناك معادلة سياسية جديدة بدون شك. أصلاً ليس هناك مقارنة بين مقومات قوات الشعب المسلحة والقوات المسلحة ومقومات الدعم السريع. هذه مسألة مفروغ منها من حيث الموازين الاستراتيجية. نحن هنا نتحدث عن الجانب السياسي، نتحدث عن وجود مشكل حقيقي في كيفية الوصول إلى جيش مهني موحد. هل هذا هو الأسلوب الذي سنصل به إلى الجيش المهني الموحد مع كل حركات الكفاح المسلح وغيرها مما ينشأ من تعقيدات مستقبلا؟ نحن لدينا طب كما إذا كان الأمر كذلك سيد حمودة، ما هي فرص نجاح يعني البعثة التي أوفدتها أو سوف تفدها إيجاد مكونة من ثلاثة رؤساء أفارقة، ما حظوظ نجاح هذه البعثة أصلا؟ كل الجهود الرامية إلى إيقاف الاقتتال حتما مرحب بها، هذا أمر جيد. حتى ولو تضاءلت حظوظ مثل هذه المبادرات إلا أنه يجب
أن تدعم وأن أن 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 تضاف إليها مجهودات آخرين في المنطقة ومن داخل السودان، لأن هذا أمر يهم شعب السودان وليس فقط المقتتلين. ربما المقتتلين هم آخر من يتأثر بالضوائق التي ستنتج، سواء كانت ضوائق إنسانية أو معيشية أو خلافه. هذا أمر يعني لا غبار عليه، بل مطلوب على الدوام، حتى وفي عز الصراع يجب أن نشجع المبادرات التي تقود إلى وقف إطلاق النار وإسكات صوت البنادق، ومن ثم العدول عن الطريقة التي تحل بها هذه المشاكل، على أن يكون الوصول إلى جيش مهني موحد عبر نقاط متفق عليها من جميع الأطراف حملة السلاح. ذلك أيسر. حين يقول جهاز المخابرات أن الحوار الآن خيانة، الحوار مع ميليشيات الدعم السريع خيانة، لا يوجد حوار، لا يوجد أي تفاوض قبل يعني إنهاء هذه الأزمة ويتم تفتيت قوات الدعم السريع، ألا يعد ذلك يعني تمركزا أو تركيزا أو إصرارا على فكرة أنه لا حل سياسي قبل النجاح العسكري كما يعني تحدثنا منذ قليل؟ غير متوقع من الجهات المتصارعة أن يكون هناك خطاب تصالح سياسي في عين هذه اللحظة التي تجري فيها القتال وإطلاق الأسلحة. لا يمكن تصور مثل هذا الأمر، فكلا الطرفين يعتبر أنه في مواجهات وفي عز المعركة، ولذلك الحديث عن الحلول السياسية ربما يكون نوع من التخذيل. هذا مفهوم جدا في إطار البيانات والبيانات المضادة وحرب البيانات ومسألة الحرب الإعلامية، لكن نتحدث باستراتيجية عن كيفية الوصول إلى حل سلمي نهائي يضع المجتمع جميعا في سلام وفي استقرار وفي ديمومة. هذه لا يجاوب عليها بأي حال من الأحوال عن طريق القصف المتواصل أو هذه الأمور. هذه أمور تحتاج إلى شجاعة سياسية كبيرة للمضي إلى حلول ناجعة وحلول عملية، حلول يمكن أن تكون مخرج حقيقي لأزمات السودان المتطاولة. هذه الأزمة ليست وليدة، ولا الدعم السريع خلق في هذه الفترة البسيطة، ولا أن الواقع الموجود الآن هو فقط من تخلقات اللحظات الأخيرة. هذه مسألة بعيدة في التاريخ الحديث، موجودة منذ سنوات، وكانت عبارة عن يعني محاولة من القوات المسلحة لخلق قوات رديفة، والآن انتهى بها الحال إلى أن تكون متقاتلة معها. هذه أمور ليست بالجديدة، وهذه أمور في غاية التعقيد، أخذها بمبدأ أن هناك فقط اختلاف في الرأي وسوف يحسم سريعا في ظرف يوم أو يومين أو أسبوع. هذه مسائل، هذا تبسيط للمسائل، أتمنى أن لا يكون منطليا على أحد. هذه أمور سيتأثر بها المواطن، سنتأثر بها في مستقبلنا في حاضرنا، ولذلك وجب أن يتم تدارك الآثار التي يمكن أن تمتد إليها أكثر. نعم. طيب سيد عمار، في مثل هذه الأزمات عادة ما يكون هناك مجموعة من الأسباب الظاهرة المباشرة قصيرة الأمد التي أدت مباشرة يعني تفجر الأزمة في من الأساس، لكن عادة ما يكون هناك أسباب أكثر عمقا، أسباب جذرية، أسباب قديمة، أسباب غير مباشرة أدت للوضع الحالي. برأيك ما هي هذه الأسباب العميقة؟ هذه الأسباب ليست غائبة، بل هي منظورة وموجودة، ولذلك حينما الناس تتحدث عن جيش مهني موحد فإنها تتحدث عن أن هناك اختلال في أنه غير موحد. وللغرابة فإن الجانب العسكري كان يقول لا، نحن في الجانب العسكري في تمام التوحد، وأن هذا جزء من كل، والأمور تسير كما ينبغي. هذا ما اكتشفنا لاحقا أنه غير موجود. مسألة المهنية داخل الجيش، هذه مسألة مطلوبة على الدوام، تحديث الجيش مطلوب على الدوام، وكذلك الإسراع في عمليات الدمج والتسريح للوصول إلى الجيش المهني الموحد. هذه مسائل لا يمكن أن تحل نفسها بنفسها فقط باستمرار الوقت، إنما تحتاج إلى جهود، وجهود حقيقية، جهود بمعنى أن يكون هناك إيمان بأننا ذاهبون إلى جيش مهني موحد. ما يزال الحديث عن أهمية الجيش الواحد الموحد هي
في صميم وفي أساسيات العمل الاستراتيجي. أما الأسباب الأخرى التي أدت إلى هذا الوضع، فإننا نعرف أنه في حال اختلاف القيادة العسكرية فإنه سيكون هناك قيادة واحدة وليست عدة قيادات، وأن الوصول إلى ذلك ربما مر عن طريق العنف والقوة العسكرية، وهذا غير محبذ من ناحية سياسية ولا من ناحية مجتمعية. ويجب علينا كسياسيين أن نحول بين حدوث مثل هذه الأمور وأن نصل إلى أهدافنا بالطرق التي يمكن التوافق عليها ويمكن أن تكون ذات مردود أبقى في المجتمع السوداني على أقل تقدير. شكرا جزيلا لك السيد عمار حمودة الناطق الرسمي لقوى الحرية والتغيير بالخارج، حدثتنا من لندن. وفي أحدث ردود الفعل على التطورات الجارية في السودان، ناشد رئيس حزب التحالف الوطني السوداني اللواء كمال إسماعيل كل الأطراف بإيقاف إطلاق النار، مؤكدا أن الشعب السوداني هو من يدفع ثمن ما يجري. كما دعا رئيس حزب التحالف الوطني السوداني جميع الأطراف للعودة لطاولة المفاوضات واستعادة المسار الديمقراطي في البلاد. قررت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية المعروفة باسم إيجاد، قررت إرسال رؤساء كل من كينيا ويليام روتو وجنوب السودان سيلفا كير مياردات وجيبوتي إسماعيل عمر إلى السودان للتوفيق بين الأطراف السودانية في أقرب وقت ممكن. وقالت الرئاسة الكينية إن إيجاد تسعى للتهدئة بين الأطراف المتصارعة في السودان، وأكدت أن الاستقرار في السودان ضروري للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة. أمميا أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان فولكر بيرتس عن خيبة أمله الشديدة لعدم الامتثال لطلب وقف الأعمال العدائية لأغراض إنسانية بشكل كامل من طرفي الاشتباكات. وقال بيرتس إن وقف الأعمال العدائية الذي التزمت به القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لم يتم الوفاء به إلا جزئيا يوم الأحد، مؤكدا احتدام حدة الاشتباكات صباح اليوم. وحض بيرتس وفق بيان أممي جميع الأطراف لاحترام التزاماتها الدولية بما في ذلك ضمان حماية جميع المدنيين. وقال المبعوث الأممي أنه سيظل منخرطا مع الشركاء السودانيين والإقليميين والدوليين للعمل من أجل وقف الأعمال العدائية. مرة أخرى مشاهدينا نذهب إلى رعد عبد المجيد لتفاصيل أكثر عن المبادرات وردود الفعل الدولية حول التطورات الجارية في السودان، إليك رعد. شكرا دينا. لا تزال محاولات حل الأزمة بين الجيش السوداني والدعم أو ميليشيا الدعم السريع قائمة في ظل حدة العمليات العسكرية واحتمالات التصعيد. البداية من مصر والتي عرضت مع جنوب السودان الوساطة بين الأطراف السودانية، وذلك في اتصال هاتفي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جنوب السودان سيلفا كير. وشدد الزعيمان على أن تصاعد العنف لن يؤدي إلا لمزيد من تدهور الأوضاع بما قد يخرج بها عن السيطرة، مؤكدين على أن ترسيخ الأمن والاستقرار هو الركيزة الضامنة لاستكمال المسار الانتقالي السياسي وتحقيق البناء والتنمية في السودان. كما دعت مصر أطراف النزاع الجاري في السودان إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية حقنا لدماء أبناء الشعب السوداني وتغليب لغة الحوار من أجل حل الخلافات حفاظا على سلامة واستقرار البلاد وحماية مقدرات الشعب السوداني وطموحات ثورته. ومن أجل نزع فتيل الأزمة الراهنة جاءت المبادرة المصرية السعودية بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، ومبادرة الوساطة المصرية الجنوب سودانية والاتصالات والمشاورات التي تطلع بها مصر حاليا مع الأطراف المعنية داخل السودان وخارجه من أجل تحقيق هذا الهدف. وفي هذا السياق أكد مجلس جامعة الدول العربية استعداد الجامعة لبذل كل المساعي لمعاونة السودان على إنهاء الأزمة بشكل قابل للاستدامة، ودعا المجلس السفراء العرب في الخرطوم للتحرك للمساهمة في استعادة الاستقرار بالبلاد عبر الاتصال بالأطراف كافة. وعلى المستوى الإفريقي
قرر مجلس السلم والأمن الإفريقي إرسال بعثة ميدانية للسودان للتواصل مع القوات المسلحة وميليشيا الدعم السريع للتواصل معها، ودعا المجلس طرفي الأزمة في السودان إلى الوقف الفوري لإطلاق النار دون شروط بما يحقق المصلحة العليا للسودان وشعبه وتفاديا لمزيد من إراقة الدماء وإلحاق الأذى بالمدنيين الأبرار. أما دوليا فقد دعا مجلس الأمن طرفي النزاع في السودان لوقف القتال فورا والعودة لطاولة الحوار، وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن أي تصعيد آخر للقتال سيخلف أثرا كارثيا على المدنيين وسيفاقم الوضع الإنساني الصعب في السودان. مشاهدينا، كان هذا عرضا موجزا حول جهود حل الأزمة في السودان. نعود إلى دينا لاستكمال بقية هذه النشرة. إليك دينا. شكرا لك رعد. ومشاهدينا، نتابع مع حضراتكم هذا الخبر العاجل، إذ صرح المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أجرى اتصالا هاتفيا بعبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان السابق، تبادل خلاله وجهات النظر حول الأزمة الجارية وسبل وقف المواجهات العسكرية. أوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي أن أبو الغيط عبر لحمدوك عن اقتناعه بأن الخروج من الأزمة الخطيرة التي تمر بها البلاد يتطلب من كافة مكونات الطيف السياسي من المدنيين أو العسكري يتطلب التكاتف والعمل معا، وأن المرحلة الدقيقة الحالية تقتضي إعلاء المصلحة العامة للبلاد والترفع فوق المكاسب السياسية الضيقة. وأضاف المتحدث أن أبو الغيط حرص على الاستماع لرؤية حمدوك لتطورات الأوضاع واتفق معه في أولوية وقف التصعيد والوقف الفوري للاشتباكات المسلحة وضمان أمن السكان المدنيين واستعادة الهدوء، مع التأكيد على أن كافة المشكلات يمكن معالجتها من خلال الحوار. وأوضح المتحدث أن أبو الغيط يجري في الأونة الأخيرة عددا من الاتصالات عالية المستوى بحثا عن سبل لوقف التصعيد العسكري الحالي ولاستعادة الحوار بين الأطراف في السودان، حيث قام بالأمس بإجراء اتصال هاتفي بالسكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تناول خلاله سبل التنسيق بين الجامعة العربية والأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة الجارية في السودان. ونتابع مع حضراتكم مشاهدينا هذه الصور التي تأتينا مباشرة، صورا حية من العاصمة الخرطوم تظهر تصاعد أعمدة الدخان نظرا لاستمرار الاشتباكات في أماكن متفرقة من أنحاء العاصمة بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع. Thank you.
تتجدد الاشتباكات في محيط القيادة العامة للجيش السوداني نظرا لأهميتها الاستراتيجية لما تضمه من مقرات عسكرية سودانية مهمة. نتابع المزيد في العرض التالي. يعد القصر الجمهوري بالسودان المقر الرسمي لرئيس الدولة ويعتبر من المعالم المعمارية الرئيسية في الخرطوم، وتم وضع حجر الأساس له عام 1830. ومنذ الساعات الأولى لاندلاع الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، فرضت أسماء مطارات الخرطوم والأبيض نفسها على الأحداث. سارع طرفا الأزمة في السودان بالسيطرة على المطارات الاستراتيجية الذي يكتسب كل منها أهمية كبيرة مدنيا وعسكريا. نتابع المزيد في هذا العرض.
أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بيانا جديدا تقدمت فيه بالتحية والتقدير لعناصرها، كما اعتذرت عن الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب السوداني خلال هذه الأيام. وقال البيان أنه في ظل هذا المنعطف التاريخي الحاسم، فأن القيادة العامة تدعو جميع منسوبي الدعم السريع للمسارعة بالانضمام إلى القوات المسلحة لخدمة بلادهم بين صفوفها. وأكد البيان أن قيادة القوات المسلحة ستظل على عهدها وكلمتها معه بألا تراجع ولا نقوص عن تنفيذ المسار السياسي الذي التزمت به. وأعلن الجيش السوداني استعادة السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون وإعادة البث. تمتلك مدينة مروي ثقلا أمنيا واستراتيجيا بالغ الأهمية، حيث تضم مطارا عسكريا وآخر مدنيا، وتوجد بها قاعدة جوية. المزيد أيضا في هذا العرض. ميزان القوى العسكرية بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع فرض نفسه على ساحة المعركة، ومن ثم فإن الدراسات العسكرية تحدثت وقارنت بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع في أرقام نرصدها في العرض التالي مع داليا أبو عمير. في خضم مواجهات واشتباكات عنيفة تشهدها مدن سودانية عدة، يبرز الحديث عن ميزان القوى العسكرية بين القوات المسلحة وميليشيا قوات الدعم السريع. القوات المسلحة السودانية تملك نحو 150 ألف جندي، بينهم حوالي 100 ألف جندي من القوات العاملة و50 ألفا من الاحتياطي. وبالحديث عن القوات الجوية، فإن الجيش السوداني يملك 191 طائرة، من بينهم 45 مقاتلة و37 هجومية و12 طائرة تدريب و25 طائرة شحن. أما بالنسبة للدبابات، فالجيش السوداني يملك حوالي 170 دبابة، كما يملك 6967 مركبة قتال. وبخصوص القوات البحرية، فالجيش السوداني يملك حوالي 18 قطعة بحرية، وأخيرا يملك من راجمات الصواريخ الميدانية 40 راجمة صواريخ، فضلا عن مدفعية تصل إلى 389 وحدة. أما بالنسبة لميليشيا قوات الدعم السريع على الجانب الآخر، فإنه لا توجد تقديرات رسمية لعدد القوات، وهو ما مثل أحد إشكاليات مفاوضات الدمج، حيث لم يتم الإفصاح عن العدد الفعلي للقوات. أما بالنسبة للحجم التقديري للقوة القتالية داخل ميليشيا قوات الدعم السريع، فإنه من المتصور أنه يتراوح ما بين 25 إلى 30 ألف. تنتشر ميليشيا قوات الدعم السريع في 6 معسكرات رئيسية في الخرطوم ومحيطها، وهي معسكرات صوبة وكيريري وأطصيبة لسلاح المظلات، إضافة إلى الرياض والذي يعد مقر هيئة العمليات، إلى جانب معسكر طيبة الحصناب في جنوب الخرطوم ومعسكر جيلي، وهي كلها معسكرات منتشرة تحاوط
العاصمة، كما تنتشر العديد من المعسكرات لميليشيا قوات الدعم السريع مثل معسكر نيالا بولاية دارفور والذي سيطر عليها الجيش، فضلا عن القضارف جنوبي شرقي البلاد. كما يوجد في ولاية وسط دارفور معسكرا رئيسيا لقوات الرد السريع، وهو معسكر رئيس ومركزي لقوات الدعم شمالي الفجر. ويميل الوزن العسكري بالطبع لصالح الجيش السوداني كما ونوعا، وتعد القوات الجوية هي عامل حسم في أي صراع، كما يتم التركيز أيضا على أسلحة المشاة والمدفعية لاحتكام القيادة والسيطرة. خريطة الانتشار الجغرافي تشير إلى أن ميليشيا قوات الدعم السريع تتمدد بشكل واسع في البلاد، مع تركيز أكبر على العاصمة الخرطوم، فضلا عن قدرتها على تأمين خطوط العودة إلى دارفور. القوات المسلحة السودانية بالطبع أكثر تماسكا من ميليشيا الدعم السريع، رغم محاولاتها استقطاب قطاعات من الجيش السوداني. ويمكن لميليشيا قوات الدعم السريع التحرك بعربات خفيفة وإشعة التوتر من خلال استخدام المدفعية المتوسطة والراجمات فيما تواجه القوات المسلحة محدودية الدبابات.
وتنتشر ميليشيات الدعم السريع في 6 قواعد رئيسية داخل العاصمة الخرطوم، كما ينتشر عدد من المعسكرات التابعة لها في مناطق أخرى. يعتبر القصر الجمهوري بالسودان المقر الرسمي لرئيس الدولة، ويعتبر من المعالم المعمارية الرئيسية في الخرطوم، وتم وضع حجر الأساس له عام 1830. منذ الساعات الأولى لاندلاع الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع، فرضت أسماء مطارات الخرطوم والأبيض نفسها على الأحداث، حيث سارع طرف الأزمة في السودان بالسيطرة على المطارات الاستراتيجية الذي يكتسب كل منها أهمية كبيرة مدنيا وعسكريا.
والآن تنضم إلينا شبكة مراسلين من مناطق مختلفة حول العالم حول آخر التطورات في السودان، البداية من نيويورك ينضم إلينا ياسر نور الدين، من الرياض ينضم إلينا جمال الوصيف، ومن بروكسل ينضم إلينا سلامة عطلة، ومن مارسيليا ينضم إلينا مراسلنا خالد شقير. أرحب بكم جميعا وأبدأ معك ياسر نور الدين من نيويورك. ياسر، جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي حول ما يحدث الآن في السودان، ما هي التوقعات حول مخرجات هذه الجلسة؟ يعني في البداية تحياتي لك دينا والسادة المشاهدين. بالفعل في تمام الساعة 10 من صباح اليوم هناك جلسة مرتقبة، جلسة غاية في الأهمية حول الأحداث المؤسفة التي تقع الآن على أرض السودان. كان في وقت سابق دينا، دعيني أقول لك، كما نعلم بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد تحدث بدعوته لوقف العنف واللجوء إلى الحوار ويعني وقف كل الأعمال العدائية، وأن المواطن السوداني هو الذي يتضرر في المقام الأول. أيضا من جهة أخرى كان أنطونيو غوتيريش قد دعا دول الجوار والدول بعض الدول الإفريقية ذات النفوذ والتي لها ثقل سياسي مثل مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات أن تقوم بدورها المنوط بها والذي هو متوقع، وهذا أيضا ما جاء في الاتصال الهاتفي الذي دار بين الرئيس عبد الفتاح السيسي من مصر و غوتيريش والذي تناول فيه الأوضاع الراهنة. من نفس الجهة أيضا دينا كان وكيل الأمين العام للجهة الإنسانية قد تحدث بأن لابد من توقف العنف الدائر في السودان، وأن هناك أكثر من 16 مليون سوداني يعني يحتاجون المساعدة. بالنسبة للنتائج يعني نأمل أن تكون نتائج إيجابية. الوضع في السودان كما يعلم الجميع ليس
وضعا هينا، قوى متناحرة. كانت أخبار اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن أكثر من 100 قتيل. أيضا ذكرت صحف اليوم جميع المبادرات التي حدثت من رئيس جنوب السودان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأيضا رئيس الاتحاد الإفريقي للتهدئة في السودان. هذه الجلسة يعني قد تستمر لساعات، قد ينتج عنها دينا بعض القرارات الهامة التي قد يعني تعمل على يعني دول بعينها تقوم بالوساطة ولقاء الطرفين، وأن هذه الوساطة يعني قد تجعل التهدئة قريبة. قد أيضا ينتج عنها مسألة وضع قوى دولية تقوم بين الفصل بين القوتين المتناحرتين على أرض السودان. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية دينا على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكين قد تحدثت على أن الوضع في السودان هو وضع حساس وهش، هكذا وصف بلينكين الأمر في السودان. واليوم أيضا صدر عن البيت الأبيض بأنه دعا بوقف العنف الفوري. كانت السفارة الأمريكية في الخرطوم أيضا قد تحدثت بالأمس على مسألة أنها تتابع الموقف عن كثبة، وأيضا قالت بأنها يعني في طريقها لإجلاء مواطنيها، ولكنها إلى هذه اللحظة ليس هناك أي خطط لإجلاء المواطنين، ولكن سوف تعلن إذا ما تأزم الوضع بشكل أكبر. نعم، عن هذه النقطة تحديدا ياسر، يعني ترى واشنطن أنه لا توجد أولوية حتى اللحظة من أجل إجلاء مواطنيها في البعثات الدبلوماسية المختلفة في السودان. إذن كيف ترى واشنطن ما يجري الآن، وخاصة البعض يتحدث عن دور إلى حد ما حذر لواشنطن حتى اللحظة مما يدور في السودان؟ نعم دينا، يعني لا نريد أن نقول بأنه ليس هناك أولوية لإجلاء رعايا أو مواطني الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لنقول أن الوقت ليس يعني المناسب لهذا الأمر، وقد يكون المواطنين الأمريكيين في مأمن أو بعيدين عن هذا الصراع إلى هذه اللحظة. ولكن بطبيعة الحال إذا ما كان هناك خطورة على أي مواطن سوداني على أراضي السودان سوف تتعامل الإدارة الأمريكية بما يناسب هذا الموقف. ولكن أيضا من جهة أخرى الولايات الولايات المتحدة الأمريكية مشاركة مع الدول المحورية في المنطقة مثل مصر كما قلت دينا، والإمارات العربية المتحدة والسعودية، وأيضا كان هناك حديث عن كينيا في صحف اليوم، تريد أن تتعاون معهم. هم الأقرب إلى منطقة يعني المنطقة الملتهبة في إفريقيا اليوم، وأقصد بذلك السودان. إذن سوف يكون التعاون على أشده في الساعات القليلة القادمة، سواء في مجلس الأمن سواء خارج مجلس الأمن مع هذه الدول، والتي هي أقرب والتي يعني تعلم الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك دولا بعينها هي أقرب من هذا يعني منها في للسودان. بطبيعة الحال الدول المجاورة هي الأقرب والتي تعرف طبيعة الشعب السوداني، وأيضا تعرف طبيعة يعني القوتين المتناحرتين. إذن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تعمل في الساعات القليلة القادمة على هذا التعاون من خلال شركائها في الشرق الأوسط وتحديدا في الدول المجاورة للسودان. نعم ياسر، ننتقل الآن إلى بروكسل حيث ينضم إلينا مراسلنا سلامة عطلة. سلامة، الاتحاد الأوروبي على لسان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيف بوريل قال أنه يعني أيضا كما حدث من يعني كل الأطراف الدولية دعا الجميع لوقف العنف وتحدث عن خطورة ما يحدث. هل الاتحاد الأوروبي يقوم بأي خطوات الآن من أجل وساطة مثلا أو حتى التواصل مع الأطراف لحثها على وقف إطلاق النار؟ مساء الخير دينا.
بعد أن أدان الاتحاد الأوروبي عمل العنف الجارية في السودان ودعا جميع الأطراف إلى وقف السلاح والعودة إلى الحوار، أجرى مجموعة من الاتصالات مع الاتحاد الأفريقي، مع جامعة الدول العربية، مع مصر، مع الإمارات ومع السعودية ومع بعض الدول الأفريقية المجاورة للسودان للضغط على الأطراف المتصارعة كي تتوقف عن استخدام السلاح وأن يعود الطرفان إلى الحوار مجدداً. الاتحاد الأوروبي لديه موقف كلاسيكي بأن الاتفاق الإطاري السياسي بين السودانيين يمكن أن يشكل الأرضية المناسبة لتشكيل حكومة انتقالية تقود البلاد إلى ترميم المؤسسة العسكرية وإصلاحات دستورية وانتخابات تجرى في عام 2024. المشكلة بأن الأوروبيين لم يستثمروا كثيرا في وجودهم داخل السودان، حتى أن المساعدات المالية التي يفترض أن تذهب للسودان كدولة من أقل الدول نموا لم تذهب هذه المساعدات ولم يذهب هذا الدعم، وكان مشروط دوما بأن تشكل السودان حكومة مدنية يمكنها بعد ذلك أن تستلم المساعدات الأوروبية. لذلك طيل الاستثمارات الأوروبية لم تكن بالوزن المناسب للتأثير، ولذلك التعويل على الدول المجاورة والمفتاح الإقليمي مصر في هذه الأزمة كي تضغط على الأطراف وأن ينتقلوا إلى مربع الحوار. هناك أخبار أيضا صدرت عن بعض الدول الأوروبية، هناك يعني شبهة في أن دول أو حكومات أوروبية سهلت وأعطت تصريحات لتصدير برامج تجسس إلى السودان خلال الأشهر الماضية. لا نعرف إذا ما كان هذا الخبر مرتبط بالتطورات التي حدثت قبيل اندلاع هذه الأزمة، لكن هناك أسئلة كثيرة وجهت بعضها إلى المفوضية الأوروبية عن السماح بالتصدير لبرامج تجسس لم يكن من المفترض أن تذهب إلى السودان، على اعتبار أنها ذات استخدام مزدوج وبأن السودان ليست من الحكومات الموثوقة لكي تتسلم هذه البرامج، برامج التجسس والاختراق. على كل حال الأوروبيون قلقين مما يحدث هناك لأسباب عديدة، أولاها الأمن في إفريقيا. معروف بأن الأمن في إفريقيا الأوروبي موحد فيما يتعلق بتطورات السودان الأخيرة. سلام، بلا شك أن الخوف الأوروبي موحد من أن أي أزمات في إفريقيا ستضعف الموقف الأوروبي الضعيف أساساً. الأوروبيون تاريخياً يتأثرون بما يحدث في إفريقيا، وهذا ينعكس عليهم إما بهجمات إرهابية وعنف كما حدث في السابق، أو عبر موجات من النزوح والخوف من أن هذه السودان الكبيرة الشاسعة يمكن أن تكون منصة مرة أخرى لانطلاق مقاتلين أو تفريخ جماعات متطرفة أو يعني تدري أو مهمات أو يعني شبكات لتهريب البشر إلى أوروبا يمكن أن تنشط في هذه المنطقة، خصوصا وأن الحكومة المركزية ضعيفة، ليس لها يعني سيطرة كافية على الأطراف، وهذا يمكن أن يشكل بؤر تهدد الأمن الإفريقي وتهدد تلقائيا وأوتوماتيكيا الأمن الأوروبي. أيضا لابد من القول بأن الاتحاد الأوروبي أخفق خلال السنوات الماضية بمساعدة السودانيين على الاستفادة من البرامج المخصصة للدول الأقل نموا. يفترض أن السودان ومعها بعض الدول الإفريقية لديها امتيازات في أن تصل صادراتها إلى أوروبا بتخفيضات جمركية وبعض الامتيازات كي تتم مساعدة هذه الدولة على الانتقال نحو الأفضل، لكن الأوروبيون لم يستثمروا كثيرا في السودان، ووصلنا إلى مسألة إلى نقطة يخاف الآن فيها الأوروبيون ويمكن أن يتحركوا. ولذلك فإن اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين الذي سيعقد الاثنين القادم سيركز بشكل أساسي على التطورات في السودان، ويمكن أن تتخذ بعض الإجراءات في هذا الشأن. نعم سلام، أرجو أن تبقى معنا. نذهب هذه المرة إلى فرنسا، التي أصدرت وزارة خارجيتها بيانا أكدت فيه أن فرنسا تجدد دعوتها لبذل كل ما في وسعها لإنهاء القتال وتجنب أي تصعيد بالسودان. كانت وزارة الخارجية الفرنسية أعربت أيضا في بيانها عن استيائها لوفاة عدد من العاملين في المجال الإنساني ضمن برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الإغاثة الدولية غير الحكومية، وذلك خلال الاشتباكات الأخيرة التي شهدها السودان بين قوات الجيش وميليشيات الدعم السريع في البلاد. ودعت باريس إلى الاحترام الكامل للحماية الواجبة للعاملين في المجال الإنساني بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون أي عائق. لمزيد من النقاش حول الموقف الفرنسي ينضم إلينا مراسلنا من هناك خالد شقير. مرحبا بك خالد، كيف تتابع باريس ما يدور في السودان الآن؟
نعم مدينة، بعد التحية ببالغ القلق تتابع فرنسا ما يحدث في السودان، ومنذ انطلاق هذه الأجواء في السودان كانت وزارة الخارجية الفرنسية نشرت مطالبة جميع القوى في السودان بأهمية يعني العودة إلى الهدوء وعدم الدخول في مواجهات عسكرية، وأدانت سقوط مدنيين وأعربت عن أسفها لهذه الأجواء المشحونة. جددت اليوم أيضا هذه المطالبة بوقف الاعتداء والاقتتال ما بين الشركاء في السودان، وكانت هذه التصريحات نشرتها أيضا وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا على صفحتها في تويتر. وفي ظل هذه الأجواء أيضا وبالرغم من الاحتقان الداخلي والصعوبات التي تشهدها فرنسا، تابعت وسائل الإعلام الفرنسية لوفيغارو لوموند والباريزيان وكل الصحف الفرنسية تحدثت عن هذا الوضع الهش الذي تعيشه السودان وعن الخطورة التي يمكن أن تنتج عن هذا الاقتتال الداخلي. وأيضا دعت فرنسا من خلال وزارة الخارجية مرة أخرى أو دعمت الدول التي يمكن لها أن تقوم بحل لإنهاء هذا الصراع، وأكدت على أن فرنسا لن تبخل بالدخول في مفاوضات مع الطرفين لإنهاء هذا الانقسام وهذه الأجواء التي ينتج عنها إصابات للمدنيين وأيضا للعاملين في المجال الإنساني. الصحف الفرنسية دينا كانت قد تحدثت عن السودان وأفرضت طويلا هذه الانقسامات وهذه التداعيات التي تحدث في السودان تؤرق الجميع وبصفة خاصة فرنسا، وتزيد من التطرف في المنطقة. فرنسا التي لها قوات فرنسية متواجدة في منطقة الساحل والتي تتابع هذه ما يحدث في السودان بالحرص الشديد وبالاهتمام الكبير، وأنها لن تبخل في بذل كل الجهود لوقف الاقتتال سريعا وأيضا الدخول في مفاوضات وأيضا اتصالات مع دول الجوار التي يمكن أن تجد حلا وسطا لإنهاء هذا الاقتتال الداخلي في السودان. طيب خالد، يعني كما كنت تتحدث منذ قليل على مواقف الدول الأوروبية بشكل منفصل وأيضا مواقفها في إطار الاتحاد الأوروبي، فرنسا يعني من أكثر الدول الأوروبية انخراطا في الشأن الإفريقي، لكن يعني أكثر فيما يتعلق بالغرب الإفريقي ومنطقة الساحل والصحراء. هل لدى فرنسا مصداقية لتقوم بدور أكبر وأكثر فاعلية، خاصة في ضوء ربما تصريحات الأخيرة لإيمانويل ماكرون حين تحدث عن يعني الاستقلالية أكثر عن القرار الأمريكي فيما يتعلق بالملفات والأزمات الدولية المختلفة؟ نعم دينا، من خلال متابعة الصحف الفرنسية والتصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي وقبل زيارته إلى الصين وتصريحاته بأهمية أن نكون بالفعل حلفاء للولايات المتحدة الأمريكية ولكن ليس تابعين لها، ومن خلال أيضا إصراره على أن تكون بصحبته أرسولا فون دير لاين في هذه الزيارة إلى الصين. وقبل زيارة الصين كان الرئيس الفرنسي في زيارة إلى السودان، الرئيس الفرنسي إلى إفريقيا. الرئيس الفرنسي يدرك على أن فرنسا لها دور تاريخي في القارة الإفريقية، كان له أحاديث سابقة وتصريحات سابقة بأن القارة الإفريقية هي القارة الأقرب للقارة الأوروبية، ولهذا هو يتبنى أو يحاول أن يتبنى موقفا أوروبيا تجاه القضايا الإفريقية، وبصفة خاصة أنه تحدث أو أول من تحدث في العالم عن قضية الأمن الغذائي. القارة الإفريقية والأزمات في القارة الإفريقية ستصدر هجرة غير شرعية إلى الناحية الأخرى من البحر الأبيض المتوسط في ظل هذه الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها فرنسا وتعاني منها القارة الأوروبية والانقسامات تجاه أيضا ملف الهجرة. ولهذا فرنسا ليس من مصلحتها نشوء أي نزاعات في أي مكان في العالم، ولهذا هي ستحرص ومن خلال علاقاتها المتميزة في الدول المحورية في القارة الإفريقية ومن بينها
بينها مصر وأيضا في منطقة الشرق الأوسط ومن بينها المملكة العربية السعودية بالتواصل لإيجاد حل وحلحلة لهذه الأزمة التي تشهدها السودان، لأن هذا ليس من مصلحة فرنسا ولا القارة العجوز ولا من مصلحة العالم نشوء نزاع جديد بعد الأزمة التي تعيشها فرنسا والاقتصاد العالمي وأوروبا بسبب الأزمة الأوكرانية. دينا. نعم خالد شقير مراسلنا من باريس، شكرا جزيلا لك. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس جنوب السودان سلفا كير ميرداد خطورة الأوضاع الحالية والاشتباكات العسكرية، مؤكدين استعداد مصر وجنوب السودان للقيام بدور الوساطة بين الأطراف السودانية. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الرئيسين تناول مستجدات الأوضاع في السودان، حيث وجه الرئيس المصري ورئيس جمهورية جنوب السودان نداء للوقف الفوري لإطلاق النار، وناشد الرئيسان الأطراف السودانية بتغليب صوت الحكمة والحوار السلمي وإعلاء المصلحة العليا للشعب السوداني. ودعت مصر أطراف النزاع الجاري في السودان إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية حقنا لدماء أبناء الشعب السوداني وتغليب لغة الحوار من أجل حل الخلافات حفاظا على سلامة واستقرار البلاد. وخلال بيان لوزارة بيان لوزارة الخارجية عبرت مصر عن أسفها وخالص عزائها لسقوط ضحايا ووقوع إصابات بين صفوف المدنيين في السودان سواء من العسكريين أو المدنيين جراء المواجهات العسكرية الجارية، وأكدت أنها لن تألو جهدا في القيام بالجهود اللازمة بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة من أجل نزع فتيل الأزمة الراهنة. كما شدد بيان الخارجية على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الجالية المصرية في السودان وكذلك المنشآت والممتلكات الخاصة بالبعثات الرسمية المصرية. كما أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اتصالا هاتفيا صباح اليوم برئيس وزراء السودان السابق عبد الله حمدوك، وتبادلا خلاله وجهات النظر حول الأزمة الجارية وسبل وقف المواجهات العسكرية. أوضح أبو الغيط أن الخروج من الأزمة الخطيرة التي تمر بها السودان يتطلب من كافة مكونات الطيف السياسي من المدنيين أو العسكريين يتطلب التكاتف والعمل معا، وقال إن المرحلة الدقيقة الحالية تقتضي إعلاء المصلحة العامة للبلاد والترفع فوق المكاسب السياسية الضيقة. وحرص أبو الغيط على الاستماع لرؤية حمدوك لتطورات الأوضاع واتفق معه في أولوية وقف التصعيد والوقف الفوري للاشتباكات المسلحة وضمان أمن السكان المدنيين واستعادة الهدوء، مع تأكيد على أن كافة المشكلات يمكن معالجتها من خلال الحوار. لمزيد من النقاش حول هذه الأخبار ينضم إلينا من القاهرة مراسلنا رمضان المطعني. مرحبا بك رمضان. نبدأ في البداية بمبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميرداد، ماذا في تفاصيل هذه المبادرة ومناشدة الأطراف السودانية؟ نعم، يعني مصر منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة السودانية بين الأطراف السودانية سارعت مصر كثيرا إلى تهدئة الأوضاع، وكانت آخرها هذه المبادرة التي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس جنوب السوداني سلفا كير. هذه المبادرة التي تأتي من البلدين الحدوديين للسودان والأقرب إلى السودان سواء على مستوى يعني العلاقات الاقتصادية أو السياسية أو حتى العلاقات الجغرافية والحدودية. هذه المبادرة التي تدعي أو وسيط لكل الأطراف الأزمة في السودان سواء يعني ميليشيا الدعم السريع أو سواء الجيش السوداني القوات المسلحة السودانية. هذه المبادرة التي تدعو إلى تعلية صوت الحكمة ويعني وقف الفوري لإطلاق النار وبدء المفاوضات والرجوع إلى المسار السياسي وطاولة السلام والمفاوضات حتى تنتهي هذه الأزمة، لأن الأزمة هذه الأزمة بتابعتها جميعا لن تؤدي إلا تأجيج هذا الصراع وتأثير على المواطن السوداني وأيضا يعني تأثير أيضا في الوحدة الخاصة بالأراضي السودانية والدخول في نفق مظلم من النزاعات اللامتناهية. هذه المبادرة التي تأتي في هذا الوقت من أقرب جارين لدولة السودان وهما المعنيان بالاستقرار التام أيضا للشعب
السوداني الشقيق لهذين البلدين كي تدعم يعني الهدوء وتبدأ المفاوضات، ومن ثم بعد ذلك أن يأتي السلام إلى السودان بشكل عام. وتحرص أيضا مصر منذ اللحظة الأولى منذ اندلاع هذه الأزمة إلى التحدث على يعني كافة الأطراف المعنيين بهذه يعني الأزمة والنزاعات التي حدثت في السودان ولا زالت تحدث حتى هذه اللحظة. إذن جاءت هذه المبادرة يعني من مصر إلى يعني وبالتعاون مع دولة جنوب السودان حتى تضع الأمور في نصابها، وهو الهدوء الكامل والعودة إلى طاولة المفاوضات والعودة إلى الحل السياسي وفرض السلام في كافة ربوع وولايات السودان، خاصة بعد هذا يعني التشابك الخطير المتزايد في عدد من الولايات السودانية وارتفاع عدد يعني القتلى. هذا الوضع الذي يؤدي إلى مزيد من تأجيج الصراع بين العديد من الأطراف في السودان والعديد أيضا وانتقال يعني هذه النزاعات إلى العديد من الولايات السودانية وتأجيج الصراع أكثر فأكثر، يزداد سخونة كل يوم. هذه المبادرة الرئاسية التي تأتي من جنوب السودان ومصر هدفها الأول والأخير هو الجلوس إلى طاولة المفاوضات، الوقف الفوري لإطلاق النار بشكل كبير، العودة يعني إلى طاولة المفاوضات حتى يعني يعلو صوت العقل في هذه الاشتباكات الكبيرة الدائرة في السودان. طيب على يعني جانب آخر فيما يتعلق بموقف جامعة الدول العربية، الأمين العام للجامعة أجرى اتصالا برئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، ويعني كما تابعنا في البيان أنه كان هناك استماع لرؤية كل طرف للآخر فيما يتعلق بتهدئة الأوضاع ووقف إطلاق النار. ماذا في تفاصيل هذا الاتصال يا رمضان، وخاصة أنه يبلور أيضا رؤية لجامعة الدول العربية فيما يتعلق بما يحدث في السودان الآن؟ يعني العودة قليلا إلى الأمس أن جامعة الدول العربية منذ اندلاع هذه الأزمة يعني كان هناك بيان من الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط منفردا، وهو حث للوقف على إطلاق النار. ثم بعد ذلك جاءت المبادرة المصرية السعودية والتي أيضا جاءت باجتماع يعني طارئ للمندوبين الدائمين للجامعة العربية الذي دعت إليه مصر والسعودية، وأيضا يعني أصدر بيانا بالأمس. هذا البيان يعني به عدة نقاط فحواها هو يعني الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة أيضا إلى طاولة المفاوضات والسعي نحو يعني دور أكبر للجامعة العربية. أيضا يعني هذا الاتصال الهاتفي اليوم الذي جاء ما بين الأمين العام للجامعة العربية ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك رئيس الوزراء الأسبق، يعني هذا الاتصال أيضا الذي جاء يعني حمدوك هنا أيضا يعني دعا منفردا في بيان له عبر وسائل الإعلام إلى تهدئة الأوضاع، وأن هذا النزاع في السودان لن يؤدي في نهاية المطاف إلا إلى صب مزيد من الزيت على الأراضي السودانية، ويجب العودة أيضا إلى المسار السياسي، وأن السودان قطع في يعني الشهور الأخيرة عدد من المبادرات وعدد من الاتفاقات ما بين المكونات السياسية في السودان وأيضا المكونات العسكرية في السودان، إلى قطع شوطا كبيرا في الديمقراطية، وكان الاتجاه نحو تأسيس يعني حكومة مدنية. ولكن ما حدث في هذه الأزمة يعني بحسب يعني المشاورات ما بين الطرفين جعل الأمور ترجع إلى تقريبا نقطة الصفر، وسوف تكون البداية صعبة للغاية. ولكن يعني من خلال التشاور بينهما الشيء الأول الذي كان لابد أن يقوم في هذه الساعة هو الوقف الفوري لإطلاق النار، و يعني جعل الجامعة العربية هي أن تكون عاملة حسم وعاملة وسيط للتحدث والحوار مع كافة الأطراف المعنية في هذه الأزمة السودانية. أيضا يعني أبو الغيط وحمدوك يعني يسيران في نفس هذا السياق وهو الوقف الفوري لإطلاق النار وتعلية صوت لكن الحوار. لماذا يعني التواصل تم مع حمدوك رمضان؟ يعني هو رئيس وزراء سابق، طبعا كان رئيس وزراء السودان في لحظة مهمة جدا في اللحظات التاريخية للسودان، لكن الآن هو رئيس وزراء سابق، ما دلالة أن يختار أبو الغيط التواصل معه تحديدا؟ نعم يعني أيضا يعني حمدوك كان رئيس وزراء سابق وكان هناك له العديد من العلاقات
يعني مع مختلف المكونات يعني السياسية في السودان، سواء المكون العسكري، سواء المكون السياسي، سواء المكون الخاص بيعني الأحزاب المختلفة. يعني أيضا هذا الاختيار الذي جاء دليل على أنه ممكن أن يعني يكون هناك العديد من التواصل من بين شخصية حمدوك مع العديد من المكونات على الأرض في السودان، ويكون هناك همزة وصل ما بين مختلف هذه المكونات، وأن يكون حمدوك هو صوت العقل، لأن يعني حمدوك بادر أولا بهذا البيان الذي أخرجه منفردا قبل يعني فور اندلاع هذه الأزمة، وعبر عن موقفه بصراحة أن يعني هذه النزاعات والاشتباكات هو يرفضها رفضا تاما، ويجب العودة إلى صوت العقل وتغليب المصلحة السودانية ووحدة السودانيين. يعني كان هذا يعني مبادرة كبيرة من حمدوك أن يكون هناك اتصال من السيد الأمين العام للجامعة العربية أبو الغيط، يعني يكون مبادرة ما بين أبو الغيط وما بين حمدوك لكي يكون هناك دور فعال، سواء عن طريق حمدوك أو سواء أيضا من خلال الجامعة العربية، يكون هناك تعاون لحل هذه الأزمة السودانية على الأرض. شكرا لك رمضان. وننتقل إلى الرياض، هذه المرة ينضم إلينا مراسلنا جمال الوصيف. مرحبا بك جمال. السعودية عبرت هي الأخرى عن قلقها البالغ مما يحدث في السودان، ودعت في بيان لها الجميع لتغليب لغة الحوار، ضبط النفس والحكمة، وأيضا دعت إلى استكمال الاتفاق الإطاري الذي يستهدف التوصل لإعلان سياسي. جمال، حدثنا عن رؤية الرياض حتى تتحقق هذه المطالبات. بالتأكيد المملكة العربية السعودية تتابع عن قرب كل هذه الأحداث في السودان. ملف السودان هو ملف ذو أهمية لدى المملكة العربية السعودية، ولا سيما أن المملكة عضو في المجموعة الرباعية التي تضم الإمارات وبريطانيا وأمريكا، والتي سعت إلى حل الأزمة السودانية بشكل سلمي، وكانت شاهدا على الاتفاق الإطاري الذي تم من أجل انتقال السلطة بشكل سلمي إلى السلطة المدنية. المملكة العربية السعودية لديها العديد من المواقف، العديد من الخطوات السريعة التي تمت من قبل وزير الخارجية السعودي والاتصالات التي قام بها من أجل التوصل إلى حل يحافظ على المواطنين المدنيين وأيضا المواطنين العالقين حاليا في أماكن الاشتباكات. تم التواصل ما بين وزير الخارجية السعودي ونظيره الأمريكي وأيضا نظيره الإماراتي، وناشدوا القوى أو المكون العسكري في السودان بضرورة ضبط النفس واللجوء إلى الاتفاق الإطاري، وأيضا الاهتمام بالمدنيين وحماية المدنيين المتواجدين في أماكن الاشتباكات. هنا في المملكة العربية السعودية أيضا منظمات إسلامية ومنظمات التعاون الخارجي، منظمة التعاون الإسلامي التي أدانت في بداية الأحداث كل ما يحدث، وناشدت القوى المدنية والقوى السياسية هناك بضرورة التدخل لوقف من استخدام السلاح المواطنين بعضهم البعض، خاصة حدوث الجيش والدعم السريع، قوات الدعم السريع التي يعني بدأت صراعها المسلح تجاه بعضهم البعض. في النهاية من متضرر هو المتضرر هو المواطن السوداني والشعب السوداني. أيضا منظمة التعاون الإسلامية جددت اليوم بيانا ونشدت فيه القوى مرة أخرى بضرورة ضبط النفس وضرورة التدخل لوقف كل هذه الاعتداءات، بالإضافة أيضا إلى منظمة التعاون الخليجي التي أدانت وبشدة كل ما يحدث، وطالبت القوى المدنية والمكون العسكري في السودان بضرورة ضبط النفس واللجوء إلى الحوار السياسي من أجل حل هذه الأزمة. المملكة العربية السعودية ولا سيما هي يعني كانت تحتضن وباستمرار تناشد بحل الحل السياسي والحل للأزمات في دول المنطقة بأن يكون الحوار هو الأساس. أيضا هي تحافظ وتسيطر وتستمر على هذا النهج، مطالبة جميع القوى في السودان بضرورة الالتزام بالاتفاق الإطاري وضرورة الالتزام بالحوار لحل هذه ويعني انتقال السلطة بشكل سلمي حفاظا على المواطنين وحفاظا على مقدرات الشعب السوداني. يعني على جانب آخر كان هناك يعني تعليق لرحلات الطيران منذ بداية الأحداث، وأيضا المواطنين السودانيين المتواجدين هنا في المملكة العربية السعودية، وعلى الجانب الآخر مواطنين السعوديين المتواجدين في السودان.
يعني المملكة تتابع وبشدة كل ما يحدث على أرض السودان حفاظا على الشعب السوداني وحفاظا أيضا على مواطنيها واستثمارات المملكة المتواجدة هناك. يعني تم التواصل المستمر مع سفارة المملكة لدى السودان في يعني اتصال دائم للحفاظ على المواطنين المتواجدين هناك ومتابعة الأحداث هنا في المملكة العربية السعودية. أيضا كان هناك تدخل سريع من قبل حكومة المملكة يعني الاهتمام بالعالقين السودانيين الذين كانوا في مطارات جدة والمدينة المنورة في إطار عودتهم إلى السودان. ومنذ اندلاع الأحداث بالتأكيد تم إيقاف الرحلات وتوقف الرحلات بشكل مباشر، فظلوا داخل المطارات. المملكة تؤكد وتقدم كافة العناية لهم حتى يتم نقلهم بشكل آمن إلى موطنهم السوداني. طيب جمال، كيف يمكن فهم يعني رؤية الرياض فيما يتعلق بالأزمة الحديثة الآن في السودان في ظل رؤية أوسع وأشمل تحدثت عنها جامعة الدول العربية؟ السعودية بالتأكيد دائما ما تدعم مؤسسات الدولة ودائما ما تدعم الاستقرار في الدول بعيدا عن أي تدخلات خارجية، وتطالب بالتأكيد بضرورة الحل السلمي وضرورة الحوار ما بين المكونات السياسية داخل كل الدول، ولا سيما تابعنا ما حدث في حوار مجلس رؤساء وزراء خارجية الدول العربية في جدة الجمعة الماضية في الشأن السوري وأيضا في الشأن اليمني. وهذا هو نهج المملكة العربية السعودية تجاه الأزمة السودانية، هو بالتأكيد الحل السياسي والتوجه إلى الحوار هو الحل الأمثل من أجل الحفاظ على ما يحدث ومن أجل الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة الأراضي السودانية. شكرا جزيلا لك جمال الوصيف، مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا من الرياض. أيضا أشكر شبكة مراسلينا، كان معنا ياسر نور الدين من نيويورك، وسلامة عطلة من بروكسل، خالد شقير من باريس، رمضان المطعاني من القاهرة. وأيضا أتوجه إليكم مشاهدينا الكرام بالشكر لمتابعة هذه التغطية التي ما زالت مستمرة مع حضراتكم. على رأس الساعة المقبلة تلتقون مع رعد عبد المجيد استكمال للتغطية الخاصة التي تقدمها القاهرة الإخبارية للأحداث في السودان.